السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هو هل المزاح في الدين من نواقض الإيمان؟ على المسلم أن يحافظ على نعمة الإيمان التي أنعم الله بها عليه، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن ينقض إيمانه أو يخدشه فضلا عما يبطله وينقضه. وأول ما يجب على المسلم أو المؤمن أن يبتعد عنه حفاظا على إيمانه هو أن لا تتناقض معتقداته وتصوراته وأقواله وأفعاله مع إيمانه. فإذا آمن المؤمن أن أزمة الأمور كلها بيد الله، وأن وحده هو المستحق أن يتوجه إليه بالدعاء والعبادة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فإن مقتضى هذا أن لا يأسى على ما فاته ولا يطغى بما أوتي، وأن لا يسأل إلا الله، وأن لا يدعو أحد سواه. ومما يعرض الإيمان للتشوه والفساد هو إقحام المقدسات الدينية في اللعب والمزاح، فإن قوما خاضوا في الله وآياته ورسل لعبا واستهزاء فكفروا بذلك. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. صدق الله العظيم. ولما أرادوا أن يعتذروا قال الله لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق الله العظيم.